السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معانا النهاردة إن شاء الله الوحدة الرابعة بعنوان روائع حضارتنا الإسلامية. هنبدأ معاكم في الدرس الأول روائع حضارتنا الإسلامية في الحكم والإدارة. أول حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض هنتكلم فيها وهي المراجعة الجزئية، والسؤال الأول بيقول بما تفسر: واحد، تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة. تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة، إجابة تكون حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. السؤال الثاني عندنا بما تفسر كراهية الموالي للأمويين. السؤال رقم 2، كراهية الموالي للأمويين. كان عندي طائفة في الدولة الإسلامية تسمى الموالي، فليه تم كراهية الموالي للدولة الأموية؟ طبعا لأن الأمويين كانوا يفضلون العرب عليهم، أو اعتقد الموالي أن الأمويون كانوا يفضلون العرب عليه. السؤال الثاني بيقول لي اكتب ما تشير إليه كل عبارة. رقم 1، جعلوها الصليبيين مملكة بسبب مكانتها الدينية. إجابة عندي هتكون هي مملكة بيت المقدس. بيت المقدس. السؤال الثاني عندي أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيين من أسواق الرقيق وأسرى الحروب. يبقى السؤال رقم 2 بيقول أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيين من أسواق الرقيق وأسرى الحروب. الإجابة بتاعتي هتكون الممالي. طبعا إن شاء الله النهاردة سنة تانية إحنا هنتكلم في الوحدة الجديدة اللي بعنوان روائع حضارتنا الإسلامية. تعرفين يا سنة تانية طبعا إن الإسلام والمسلمين عملوا حضارة عظيمة جدا أطلق عليها الحضارة الإسلامية، وكان عندي مجموعة من الأسس اللي قامت عليها الدولة الإسلامية دي، زي مثلا ارتباطها بمبادئ الدين الإسلامي ومحافظتها على اللغة العربية، اهتمامنا كان بالعلم واستندنا على قواعد أخلاقية، وكمان الانفتاح على الحضارات الأخرى. دي كانت أسس قيام الحضارة الإسلامية. طيب أكيد الحضارة الإسلامية دي سابت لنا روائع كتيرة جدا جدا جدا، هنبتدي إن شاء الله النهاردة بيهم. في أول حاجة الروائع اللي تركوها لنا في نظم الحكم والإدارة السياسية، يا ترى إيه الحاجات اللي اختلف فيها المسلمين عن كل الأماكن اللي في العالم في الوقت ده؟ إيه الحاجات اللي ما كانتش موجودة غير في الحياة السياسية في نظام الحكم الإسلامي؟ فقال لي طبعا أول حاجة هنبدأ بيها هتكون الخلافة. فأول سؤال يجي لنا، ما المقصود بالخلافة؟ يعني إيه أصلا كلمة خلافة؟ قال لي الخلافة عندي هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول. الخلافة وده ظهر في النظام الإسلامي أو ظهر عند المسلمين، وتعريفها هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول. يعني أقدر أقول يا مستر إن الخلافة دي هتظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا، بيقول لي نشأت الخلافة بعد وفاة الرسول دون أن يعين أحد، حيث ترك الأمر شورى بين المسلمين، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وهم اللي هيختاروا فيما بينهم، اللي وقاموا باختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول، وده كان على مبدأ الشورى، وده المبدأ اللي مشى بيه المسلمين في اختيار خلفائهم فيما بعد. يعني في الجزئية دي أول سؤال يجي لنا ما المقصود بالخلافة، واتفقنا إن هي رئاسة عامة في أمور الدين نيابة عن الرسول، ويجي يسألني يا مستر صح أو خطأ، ظهرت الخلافة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إجابة خاطئة، بعد وفاة الرسول. طب أجي أسأل وأقول بما تفسر ظهور نظام الخلافة في الدولة الإسلامية، ليه نشأت الخلافة؟ نشأت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى دون أن يعين أحد، حيث ترك الأمر شورى بين المسلمين، وكان طبعا أول حد المسلمين هيختاروه للخلافة زي ما درسنا قبل كده هو أبا بكر الصديق، وبعدين تم بعد كده اختيار الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، برضو كان على نظام الشورى بمبدأ الشورى بين المسلمين. يعني أقدر أقول إن الخلافة الراشدة أو الخلفاء الراشدين تم اختيارهم كلهم بمبدأ واحد، اللي هو هيكون مبدأ إيه؟ مبدأ الشورى. طب إحنا درسنا بعد كده سنة تانية الدولة الأموية والدولة العباسية، هل يا ترى النظام هيظل على مبدأ الشورى زي عهد الخلافة الراشدة، ولا هيبتدي ان هو يتغير؟ لا، اختلف يا ميس معايا، زي ما درسنا قبل كده في العصر الاموي او العصر العباسي تحولت الخلافة من مبدأ الشورى الى مبدأ الوراثة، قال لي ومن الزهد في المعيشة في عصر الخلفاء الراشدين الى البذخ والطرف والقصور في عصر الامويين والعباسيين. يبقى اول حاجة هنتكلم عنها او اتكلمنا عنها هتكون الخلافة اللي كانت الاول بمبدأ الشورى وبعدين تحولت إلى الوراثة، وانتقلت من الزهد في المعيشة إلى مظاهر البذخ والطرف. دي أول حاجة كانت عندنا في الحياة السياسية وهي الخلافة. طب تاني حاجة يا ميس عندنا إيه في النظام السياسي والحكم والإدارة عند أكيد المسلمين؟ الخليفة مش هيدير شؤون الدولة لوحده، أكيد هيكون عنده مستشارين ويكون عنده ناس بتساعده، فتاني حد هيكون عنده مين؟ هتكون نظام الوزارة.
وما المقصود بالوزارة؟ اللي هي معاونة الخليفة في شؤون الحكم. الوزارة أو ما المقصود بالوزارة، أو اكتب ما تشير إليه العبارة، هي معاونة الخليفة في شؤون الحكم. أقول له هي الوزارة، هتكون الإجابة الوزارة. طب يا ترى عرفت الوزارة إمتى؟ إمتى بقت عندي حاجة اسمها وزارة؟ قال لي عرفت الوزارة من حيث المعنى فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الوزارة يعني حتى هيعاون ويساعد الخليفة. طب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان بيستشير بعض أصحابه، وكان بيختص سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه. يعني ما كانش في حاجة اسمها وزير، وما كانش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم منصب اسمه منصب الوزارة، عرفت بالمعنى فقط، بالمعنى يعني حد يساعد ويعاون الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى بقى أيام الخلفاء الراشدين؟ قال لي لا، أيام الخلفاء الراشدين استعان عمر بن الخطاب بكل من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في إدارة بعض أمور الحكم. هو اللي استعان بيهم علشان يديروا أمور الحكم ويساعدوه في إدارة شؤون الدولة يعني الإسلامية. استمر المعنى موجود بس لسه ما عنديش حد اسمه وزير. تمام. طيب نيجي بقى ننتقل بعد كده على العصر الأموي. يا ترى إيه اللي حصل؟ قال لي يا ميس استمر اتخاذ مستشارين ومعاونين وخلفاء. طب إمتى بقى هيظهر كلمة الوزارة؟ إمتى تظهر منصب الوزارة لفظا ومعنى؟ في عصر الدولة العباسية أو في عصر العباسيين عرفت الوزارة لفظا ومعنى في عصر العباسيين حتى أصبحت وظيفة رسمية. وهنا السؤال بيجي بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ، عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عهد الدولة الأموية؟ الإجابة هتكون خاطئة، لأن الوظيفة الرسمية للوزارة اللفظ والمعنى كانت في العصر العباسي، إنما في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الأمويين استمرت بالمعنى وليس باللفظ. كده اتكلمنا عن الخلافة واتكلمنا على الوزارة. هنخش بتالت حاجة مع بعض يا ميس، وهي الإمارة. ممكن حضرتك تعرفينا ايه هي الإمارة، او عرف منصب الإمارة ازاي؟ عرف منصب الإمارة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان الإمارات دي كانت المناطق اللي تم فتحها، سواء كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته خلال عصر الخلفاء الراشدين وفي العصر الأموي والعصر العباسي. فابتدت المناطق المفتوحة دي عايزين نرسل ليها حد يعرفها بقى امور الإسلام والدين الجديد. فمنصب الإمارة عرف إمتى؟ عرف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول حاجة نقولها بقى كده النهاردة، اتعرفت بشكل رسمي وواضح منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كان الرسول بيرسل العمال وبيرسل الولاة للمدن والقبائل اللي بيبتدي يدخلها ويعرفها الإسلام. فأقول هنا بقى بما تفسر إرسال الرسول للولاة إلى المدن والقبائل التي دخلها الإسلام، ليه نبعت لهم ناس؟ ليعلمهم أمور دينهم ولإمامة الناس في الصلاة. كانوا أول يخشوا في الإسلام أو كانوا حديث العهد بالإسلام، هيعلمهم أمور دينهم اللي هو الدين الإسلامي ولإمامة الناس في الصلاة. ده مش كده وبس يا ميزة، احنا قلنا عرفت منصب الإمارة في عهد الرسول. طيب في عهد أبو بكر الصديق وعهد عمر. قال لي في عهد أبو بكر الصديق استمر منصب الإمارة على ما كان عليه في عهد الرسول، وفي عهد عمر بن الخطاب قال لي عند اتساع الدولة الإسلامية. هنقسمها بقى مستر لولايتي، بقى هي هتظل بكلمة الإمارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق. في عهد عمر هتتسع الدولة، فابتدي أقسمها، فهنقسمها لولايات وهنعين على كل منها واليا. طيب ده هيعمل إيه؟ ده يعني هيعمل في تيسير الأمور للمسلمين. طيب يا ترى هل الوضع هيختلف يا مستر في عهد الأمويين والعباسيين؟ قال لي الوضع في عهد الأمويين والعباسيين استمر منصب الإمارة كما هو. يبقى ده المنصب اللي اتكلمنا عليه اللي كان اسمه منصب الإمارة، اللي كان منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر سواء كان في الخلافة الراشدة أو في عهد الأمويين والعباسيين. هنخش في حاجة مع بعض رقم 4، وهي الدواوين. معنى كلمة دواوين حديثا هي الوزارات. عندما نشأت الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ونركز كويس جدا إن من أنشأ الدواوين هو في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طب يبقى لم تظهر يا مستر يعني اقدر اقول ان انا لم تظهر الدواوين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سيدنا ابو بكر الصديق. ما كانش عندي حاجة اصلا اسمها دواوين. لا، ظهرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وهنا السؤال، ليه نشأت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب؟ هقول بسبب اول حاجة اتساع الدولة الاسلامية. ايه ده احنا كررنا كلمة اتساع الدولة الاسلامية دي. اتساع الدولة الاسلامية ذكرناها لما قسمنا الدولة الى ولايات، وده برضو كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وقلناها لتاني مرة لانشاء الدواوين. فيبقى انشأنا الدواوين ليه؟ بسبب اتساع الدولة الاسلامية. ومش بس كده، ايوه كان عندي سبب تاني، وهو كثرة الامور المتعلقة بالدولة في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. كان في امور كتير في الدولة اللي فيها مجالات في السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، لذلك نشأت الدواوين في عهد عمر بن الخطاب.
وطبعا الدواوين تعددت في الدولة الإسلامية، الدواوين هتستمر معانا من أول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لباقي الخلفاء الراشدين والعصر الأموي والعصر العباسي كمان. طب هل يا ترى احنا لسه بنقول الدولة الإسلامية متسعة، فتحنا بلدان كتير، بقى عندي أمور متعلقة في الدولة في مجالات كتيرة جدا، ده هيؤدي كله إلى إيه؟ إلى تعدد دواوين الدولة الإسلامية. طب ايه الدليل ان انا كان عندي تعدد في الدواوين؟ هنعرف الدواوين مع بعض دلوقتي. يعني اهم وابرز الدواوين اللي كانت موجوده عندي في الدوله الاسلاميه زي ايه؟ زي اول حاجه ديوان الجند، تاني ديوان عندي هو ديوان الخراج وكان بيختص بجمع الضرائب، وكان كمان عندي ديوان الرسائل اللي بيختص بالرسائل، وكان عندي ديوان الصدقات اللي بيختص بجمع الزكاه وتوزيعها على المحتاجين، ديوان الجهبذه ويختص بامور اهل الذمه، واخر الدواوين هو ديوان الاحداث ويختص بجرائم الاطفال. يبقى انا تاني لو عايزين نذكر الدواوين في الدوله الاسلاميه ونقول ديوان الجند والخراج وديوان الرسائل والصدقات ديوان الجهبذه والاحداث، ده معناه ان ما كانش عندنا سنه تانيه ديوان واحد، ده تعددت الدواوين في الدوله الاسلاميه. رقم خمسة قال لي في كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أو كان الخليفة عمر بن الخطاب قال لي كان يخرج للأسواق ليراقب المكاييل والموازين. يبقى هيظهر عندنا بقى وظيفة جديدة مستر، هيظهر عندنا حاجة خمسة في الدولة الإسلامية ونظام جديد بعد الدواوين هسميه نظام الحزبة. سيدنا عمر بن الخطاب زي ما حضرتك قلت كان بيخرج إلى الأسواق عشان يراقب المكاييل ويراقب الموازين. طيب يبقى أنا كده هيظهر عندي نظام الحزبة. طب ما المقصود بالحزبة؟ يعني إيه كلمة حزبة؟ هو إرشاد الناس وتوجيههم إلى السلوك القويم في المعاملات التجارية. يبقى نظام الحزبة ده يختص بالمعاملات التجارية، عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج للأسواق وكان بيراقب الموازين، وهو بنفسه اللي كان بيحث الناس على الالتزام بالأداب العام. طيب هل يا ترى الحزبة دي هتستمر؟ يعني هنفضل نرشد الناس ونقول لهم ونحثهم ان هم يلتزموا بالاداب العامة في باقي العصور الاسلامية؟ اللي كمان هنشوف في عصر الامويين استمرت مراقبة الاسواق والطرقات. طب بالنسبة للعصر العباسي هل يستمر الوظيفة؟ قال لي اواميس دي كمان هتبقى وظيفة رسمية، هنعين عليها حد وهنطلق عليه لفظ المحتسب، دي تاني وظيفة رسمية تكون موجودة معانا في الدولة العباسية. كلمنا اول حاجة الوظيفة الرسمية لما كانت الوزارة تم اقرارها في العصر العباسي، ووظيفة المحتسب تم اقرارها هي كمان كوظيفة رسمية في العصر العباسي. يبقى احنا كنا بنتكلم عن خامس حاجة موجودة عندنا وهي نظام الحزبة. يبقى اتكلمنا كده نراجع مع بعض في الحياة السياسية، اتكلمنا عن الخلافة، اتكلمنا عن الوزارة والامارة والدواوين، وبعدين اتكلمنا عن نظام الحزبة. طب مستر قول لنا اكتب ما تشير اليه العبارة ارشاد الناس وتوجيههم الى السلوك القويم في المعاملات التجارية، هيبقى نظام الحزبة. وظيفة تم اعتبارها وظيفة رسمية في العصر العباسي ويطلق على صاحبها المحتسب. يبقى دي احنا بنتكلم على الايه؟ على وظيفة المحتسب اللي هي الحزبة اللي اصبحت وظيفة رسمية خلال العصر العباسي. سادس حاجة هنتكلم مع بعض فيها وهي الشرطة. قال نظام الشرطة هم جند يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام وملاحقة المفسدين. هم جند يستعين بهم الخليفة أو الوالي لحفظ الأمن والنظام وملاحقة المفسدين. الكلام ده ظهر امتى؟ قال لي الكلام ده ظهر في عهد الخليفة علي بن أبي طالب. يبقى ده معناه ان هي ما كانتش موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في بداية عصر الخلفاء الراشدي. يبقى أول من نظم الشرطة هو الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى نظمت الشرطة ولقب رئيسها بصاحب الشرطة. نتكلم تاني في عهد أو في عصر الأمويين والعباسيين، ولكن تطورت في عصر الأمويين والعباسيين وزادت سلطة صاحب الشرطة. وهنا يا ميكي قول لي دلل، هي ديني الدليل اللي زادت سلطة صاحب الشرطة. يعني ما كانش صاحب الشرطة بس الهدف منه انه يحفظ الامن والنظام ويلاحق المعتدي، ده كمان بقى له الحق في النظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. يبقى مع تطور الحياة خلال العصر الأموي والعباسي أصبح له حقوق تانية، مش بس بيحفظ الأمن والنظام، هو هينظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. رقم سبعة عندي اللي هنتكلم فيها وهو القضاء. القضاء اللي منصب ظهر مبكرا في الدولة الإسلامية، منصب ظهر مبكرا في الدولة كنا الإسلامية. عارفين يا مستر ان اول قاضي عندنا في الاسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا. يبقى منصب القضاء ده من اهم واول الحاجات اللي كانت موجودة بين الناس، عشان كده بقول ظهر مبكرا في الدولة الاسلامية. تمام. طبعا كان صاحبه دي قصدي اللي بيقوم بيه، يعني قصدي منصب القاضي
كان بيحكم بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول بدأ في عهد الرسول، حيث كان الرسول أول قاضي في الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحكم بنفسه بين الناس بما أنزل الله طوال حياته، لم يفرق في حكمه بين غني وفقير وبين حاكم ومحكوم. تمام. طيب يا ترى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هيستمر معانا في الدولة الإسلامية منصب القاضي؟ ظل في عهد عمر بن الخطاب عند اتسعت الدولة الإسلامية وقام بتقسيمها إلى ولايات، عين على كل ولاية واليا وقاضيا عليها. يبقى كل ولاية كان فيها والي وكان فيها قاضي. قاضي كمان. طيب بعد العصر الخلفاء الراشدين أكيد منصب القاضي هو كمان هيستمر خلال عصر الأمويين وعصر العباسيين. استمر القضاء يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بعد كده سنة تانية عن الجيش والأسطول. احنا عارفين ان اتسعت حدود الدولة الإسلامية وقامت بفتوحات كتيرة جدا، فأكيد الخلفاء المسلمين على مر العصور اهتموا سواء بالجيش أو بالأسطول. طيب تعالوا نبدأ كده نتكلم شوية عن أول حاجة الجيش ونشأته. نشأ الجيش واهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعد المسلمين، وكان عندهم جيش قوي ومدرب بدليل انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته. قال لي كان الرسول يعتبر هو القائد الأعلى للجيش، يشرف عليه بنفسه وينظمه. قال لي وكان يخطط للجيش بمساعدة أصحابه وهم الخلفاء من بعده. طبعا كان الالتحاق بالجيش بيتم اختياري، وكان كل المسلمين طبعا بيحبوا الشهادة في سبيل الله، فكان كلهم بيتنافسوا للالتحاق بالجيش عشان ينالوا الشهادة في سبيل الله. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان القائد الأعلى للجيش، وكان الالتحاق بالجيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتم اختياريا، يعني ما كانش أي حد بيجبر أنه بيدخل الجيش. هنتكلم على تاني حاجة وهي تطور الجيش، يبقى هنتكلم على تاني حاجة هي في عصر الخلفاء الراشدين. برضو هنقول مع اتساع الدولة الإسلامية والفتوحات الإسلامية قام الخليفة عمر بن الخطاب. أول ما شوف اتساع الدولة الإسلامية يبقى الخليفة عمر بن الخطاب اللي قام بتنظيم الجيش وأنشأ ديوان زي ما اتكلمنا عليه من شوية، كان ديوان الجند ليسجل فيه أسماء المتطوعين والراغبين في الجهاد. يعني لو سألنا مستر الديوان الذي يختص بتسجيل أسماء المتطوعين الراغبين في الجهاد هيكون ديوان؟ ديوان الجند. ديوان الجند، وطبعا ده كمان بيحدد رواتبه. طب يا ترى هل الجيش هيستمر عندي بنفس القوة في عصر الأمويين والعباسيين؟ قال لي هيستمر الجيش ولكن هيصبح نظام التجنيد إجباريا. يبقى هو كان اختياري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، إنما هيصبح إجباريا في عهد الأمويين والعباسيين. طب يا ترى أسلحته بقى إيه؟ هي الأسلحة اللي هتكون عندي من أسلحة الجيش هيحاربوا بإيه؟ السيوف والمنغنيق وغيرها، ودي كانت أسلحة قديما عند المسلمين وفي بداية حربهم والذين اعتمدوا عليها. طبعا ما احنا دي صور بقى بتاعة مجموعة من الأسلحة اللي استخدمها المسلمين. طب ميس احنا بنتكلم عن الجيش، اكيد الجيش في حاجة تانية معاه برضو بتساعده من الجهة البحرية. اكيد هيكون اسمه الاسطول يا مستر، بس احنا عرفنا الاسطول بعد الجيش، يعني عرفناه متأخر شوية. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي في الصورة ان الاسطول هيكون مجموعة من السفن اللي هتحارب في البحر. طب امتى انشئ الاسطول الاسلامي؟ هينشئ الاسطول في عهد الخليفة عثمان ابن عفان. طب تعالوا نفتكر مع بعض، لو الاسطول انشئ في عهد عثمان ابن عفان تم انشاء الشرطة او بدأت الشرطة في عهد الخليفة علي ابن ابي طالب، انما الخليفة اللي هينشئ الدواوين بسبب اتساع الدولة الاسلامية عمر بن الخطاب. بالضبط كده، وظهرت منصب الوزارة في عهد الدولة العباسية. طيب نتكلم عن الاسطول تاني، انشئ الاسطول الاسلامي في عهد الخليفة عثمان ابن عفان. وهنا هيقول لي سؤال بما تفسر، هو ليه انشئ في عهد قميص عثمان ابن عفان؟ اكيد عشان يامن لي حدود الدولة الاسلامية. احنا عارفين ان سواء كان الجيش او الاسطول بتاعنا احنا كان الغرض منهم مش نشر الاسلام بحد السيف، لا احنا بس كنا عايزين نامن حدود الدولة الاسلامية. احنا ابتدينا نفتح العديد من البلاد اللي هيكون ليها سواحل مطلة عليها، زي مثلا مصر وبلاد الشام. طيب مصر وبلاد الشام كان عندهم سواحل وكانوا دايما بيتعرضوا لغارات الدولة البيزنطية اللي المسلمين انتصروا عليهم، عشان كده كان في حاجة ملحة في عهد الخليفة عثمان بن عفان الى انشاء الاسطول لتأمين حدود الدولة الاسلامية على سواحل مصر وبلاد الشام من غارات الدولة البيزنطية. لو جينا نتكلم بعد كده على انجازات الاسطول هنقول اول حاجة هو نجح في صد هجمات الدولة البيزنطية والانتصار عليهم في معركة ذات الصواري. يبقى احنا ما انشأناش اسطول ودخلنا حروب وانهزمنا، لا احنا انشأنا الاسطول ودخلنا حروب امام البيزنطيين وانتصرنا فيهم في معركة ذات الصواري في عهد الخليفة عثمان بن عفان. حاجة تانية، قمنا بفتح جزيرتي قبرص ورودوس في البحر المتوسط. يبقى الأسطول أنشئ في عهد الخليفة
عثمان ابن عفان أمننا حدود الدولة وقدرنا أن احنا كمان ننتصر في العديد من المعارك. آخر حاجة هنتكلم فيها مع بعض وهي سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول دلل: اختلفت مهام صاحب الشرطة باختلاف العصور الإسلامية. اختلفت مهام صاحب الشرطة باختلاف العصور الإسلامية. مستنين إجابة حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.